سعادة الباشا أمرني. سليمان فين؟ أمرني؟ سليمان فين؟ أيوة ده سؤال سيادتك، أنا قلت لحضرتك أمرني، دي حاجة ودي حاجة. روح شوف سليمان. عينيا الاتنين أهو ده أمر. حالا يا فندم، عينيا الاتنين. افتح افتح يا فندم. حاضر. أنا قلبي كان حاسس. أمرنا يا باشا. يا ابني روح شوف سليمان فين. حصل يا فندم، وأول ما يجي هبلغ سيادتك. ارتاح يا فندم ارتاح. إيه وأنا متحفظ رايح هنا ولا إيه؟ متحفظ عليك إيه بس يا فندم؟ ولا حد جاب لي السيرة دي. خش بره بس في أسبوع وبومب وصواريخ. ده لسه واد صغير واخد حتة صاروخ في ودنه، ضيع الأرنبة بالقرقوشة، وأنت عارف بقى سيادتك اللي يلعب مع العيال. أول ما يجي هبلغ سيادتك. ارتاح يا فندم. سلام يا فندم. أنت مين اللي قالك تفتح جوابات البنوك؟ والله ما في حد قال لي حاجه. عن سعادتك انت، سيبهولي سعادتك بس وروح شوف ضيوفك وانا هبشرك بالاخبار. صدقني سعادتك انا مش هسيبه الا لما يقرب كل حاجه. لو عرفت اي حاجه اطلبني بالتليفون على طول. اوامرك يا باشا. ما انت هتنطق يعني هتنطق يا روح امك. خلي بالك أنا ياما نطقت ناس كتير قبل منك. تيجي أنت بقى يا رشاد هتعمل لي فيها ذكر. فتحت الجوابات لياض. آه شكلك جامد ومش عايز تنطق. هتنطق هتنطق يا رشاد. أبو الوزير أودي الولاد وجيلك. صباح كيوت على أحلى رفارف وكابول. أهلا حسونة بيه. أنا قتيل فنجانك النهاردة، خلي بالك أنا حاجز بقالي كتير. عيني عينيكي. أنا كان طموحي أكبر من كده. صعب جدا. أقول لك إيه؟ أموت في الحنين اللي مش مبين. بس مبين حلو. يا ابني اهبط بدل ما مراتك تقفشة. ما هو أنت السبب، ما هو أنت لو ما كنتش جيت بمراتك كان زمان أنا جيت بطولي. الله يجازيك. وإحنا بالنسبة للحاجات اللي هنا المفروض نرمي مراتاتنا في البحر إحنا الاتنين. بص. اللي لبس بتاع ملبس واللي ربى بتاع مربى. اللي واخد عقلك يتهنب. انت على طول كده منوره يا مهد. مش باين شكلك بقيت تقلق مني. ما تخافش النهارده هيعدي على خير. اتمنى. سالم بيت مع تحيات جمال بيسي. انا هتشكر له بنفسي. سالم بيت راجع لك يا ابو اليزيد. فين؟ اوعى يا ابني. اوعى ويا ابنك. انا افتكرتك انت تنكت الغردقه كلها فيك. يا سيد بس يا سيد بتعمل ايه؟ لبوز يا سالم بيه. لبوز يا سعادتك. اتفضل سيادتك فندم. واسع سيد. معلش يا سيد جديد يا فندم. اتفضل سعادتك سيد. اخرب بيتك يا سيد. ايه اللي انت عملته ده؟ ده سالم بيه الجرحي صاحب القريه. سالم بيه الجرحي صاحب القريه؟ اه يعني عليك يا سيد. روحت بدري. بيقبل اعتذار حبيبي يا عمي. وحشني جدا. ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ 8 سنين؟ لا 10، من بعد والدي متوفى بسنه على طول. الله يرحمه. بس ايه المفاجاه الجميله دي؟ اخيرا بقى لي ابن عم. شفت؟ اتفضل. والله يا عم انا تعبان جدا جدا. انا جيت من بره دايركت على حضرتك على طول. كنت وحشني قوي. ما تشوفش وحش. بس انت حبيبتي بصي بقى، عايزك توضبي السويت عندنا في الفيلا عشان ابن عمك باسم. ايوه باسم بتاع كندا. لا 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 ما احنا هنسيبه يستريح شويه وبعدين نقعد ندردش معاه نعرف كل اللي حصل له. وايه السبب انه افتكرنا بعد الغيبه الطويله دي؟ افتكرنا ده ايه يا عمي؟ وفي حد ينسى الناس اللي هو من صلبهم برضه؟
راح فق. الله الله الله، هو انت؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعاوز مني ايه يا اخي؟ عاوز منك ايه يا بنتي؟ انت جبت اللبس ده منين اساسا؟ ها؟ بقول لك ايه؟ الناس اللي هنا ما بترحمش، والمكان ده كله مترشق كاميرات، يعني مش بعيد الحوار ده يبقى متزعق الهوا في مكتب سليمان بيه. يا ابني اوعى خلينا اعدي. طب خلاص، خلاص اقفي بقى، صعبت عليا. اقفي. هداري عليك لحد ما اجيب لك طبق كده، شويه جمبري، شويه سلطه. خليك على لحم بطنك من ساعه ما سبتك. لا بالحق، انت اشتغلتي ولا لسه؟ بس انا اشتغلت. ما انت لو ما سبتنيش اتنيل اشوف شغلي، هترفض وهيتخرب بيتي. الله الله الله، اشتغلتي هنا؟ من امتى؟ يوه انت لسه هتحكي؟ صدق المثل اللي قال، الغردقه كلها قد كده. بقول لك ايه يا سيد؟ ابعت اجيب طبق اكل. انت ما تعرفش سالم بيت جرحي صاحب القريه، شكله ايه؟ الله لا يوريكي. ايوه يعني شكله ايه؟ انت مهتميه بشكله كده ليه؟ بقول لك ايه؟ انا هقول لك عشان ما تتدبيش على جوزك معاه زيي. هو يا ست شكله يا لهوي يما، اللهم احفظنا. تاني اصله جه على السيره. لا ما تبصيش ما تبصيش، هو اللي هيعدي جنبنا ده. يعني ايه يا سليمان؟ اقرص عليه، خليه ينطع حتى لو فيها طلوع روحه. خلصني. ايه الاخبار؟ اقدر اخالف اوامرك؟ اتفضل اديت البيبي يتربى في عزك يا سيدي. منورين يا جماعه. ضرورك يا باشا. مخابرات مخابرات صحيح يا باشا. ايه دي؟ هبت المخابرات يا باشا. اهدي يا موجه شويه بقى، خلينا نشوف الست مها قارئة الفنجان هتقول ايه الحسوده. بالنبي يا سيدي الرجاله، بعد ما تخلص قراءة الفنجان خليها تقرا لي فنجان، هتلاقي نفسك متربع في قعره. خير؟ قلبك جامد؟ حديد. يبقى هتستحملها. شكلك داخل على سواد يا صاحبي. يا جماعه ادوها فرصه بس تشوف فنجان. خسارتك السنه دي هتقطم ظهرك. بس في حد هيمد لك ايده ووقفك تاني على رجليك. اكيد سالم بيه، هو في حد غيره؟ عم الجدعانه كلها. لا لا لا، انا فعلي مكفيني يعني، اذنكم. مش هتستنى تعرف الباقي؟ انا قلبي مش حديد زي. واضح انك ما بقيتيش بتشوفي اي حاجه تبصر بالخير. انا بقرا المكتوب مش مكتبه. ومكتوب بقى باني لغه؟ بلغه العيون. واو، ده يبقى فنجان من شارع محمد علي مش كده؟ قال يا حسونه بيه، شوفي لي هخسر كام. مش مهم هتخسر كام، المهم ان في اللي هيعوضك خسارتك. اكيد سالم بيه مش كده؟ مش هقولها لك انت دي، هقولها له هو بيني وبينه لما نكون قاعدين لوحدنا. يما بقول لك يا ست الرجاله، انا جدتي اتلبشت من الوليه دي، مش عايزاها تقرا لي فنجان، شكلها كده وليه نقاقه. يا بنت انت بتصدقي الكلام الفارغ ده؟ دي لا بتعرف تقرا ولا تكتب. انا حاجز بعد حسونه. أنا هنا. أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وإيه اللي جابك من السفر أصلاً؟ ده ما كانش اتفقنا. أعمل لك إيه؟ حسيتك مش عارفة تنفذي حاجة من اتفقنا عليها لوحدك، قلت أنزل لك يمكن نزولي خلينا ننجز أحسن وأسرع. والله؟ أول ما حكمت عليا بالفشل؟ سلام، ما الفشل يتلت راس السنة في موضوع السن ده سميه. ما كنتش بعت لك التركيبه بنفسي ومعيك على كل حاجه. وده بقى يا سيدي المسرح الروماني اللي بنعمل عليه الحفلات والايفنتات وكل حاجه. تحب تيجي نشوف؟ يلا بينا.